اولى حلقات برنامج قضية رأي عام. النهاردة بنبدأ اول حلقات بالتزامن مع احتفالات القوات المسلحة. النهاردة يوم عظيم في شهر اكتوبر، اول اكتوبر، شهر الانتصارات اللي القوات المسلحة لقنت فيه العدو الصهيوني درس لغاية دلوقتي عمره ما ينساه. اعزائي المشاهدين، احب اعرفكم بفكرة برنامج قضية رأي عام. في البداية احنا في البداية بنتناول كل الاحداث التي تهم الرأي العام على مستوى جمهورية مصر العربية في كافة المحافظات. بنعرض الايجابيات وبنعرض السلبيات. بيكون معنا المسؤولين على الهواء مباشرة لحل مشاكل المواطنين. احنا مش دورنا نعمل اثارة او نعمل شو على حساب المشاهد. احنا بنحترم عقلية المشاهد وبنحترم عقلية المواطن المصري. في برنامج قضية رأي عام الفقرة الاولى بنتناول فيها كافة الاخبار في كل محافظات مصر، كمان بيبقى معانا ابرز القضايا التي هزت الرأي العام، بنعرضها على السادة المشاهدين وبنعرضها على السادة المسؤولين عشان نوجد حل لهذه المشاكل. هنبدأ أعزائي المشاهدين الفقرة الأولى بعد الفاصل الإعلاني. كمان أعزائي المشاهدين الفقرة الثانية بيبقى معانا موضوع رئيسي، وهو القضية اللي احنا بنتكلم فيها، اللي بنقتحم فيها وبنكشف فيها الأسرار، هي قضية رأي عام البرنامج. بنشوف في الأسبوع ايه الأحداث المهمة اللي تهم المواطن. احنا مش عايزين نعرض حاجة يكون فيها إسفاف او يكون فيها حاجة مش مفيدة للمواطن، فاحنا بنعرض أهم قضية تهم المواطن. معانا الأسبوع ده أهم قضية اللي هنقتحم فيها الملفات، وهي ملف الإهمال الطبي، ودي ظاهرة متكررة لازم نتصدى ليها. كمان معانا بعد الفقرة الرئيسية اللي احنا بنبرز فيها قضية الرأي العام، وهي فقرة الحالات الإنسانية. الحالات الإنسانية احنا بندعو كل المواطنين اللي عنده حالة يتصل بينا مباشرة على الهواء، وبنحاول ان احنا نحل كل المشاكل على قدر المستطاع، ومعانا مجموعة من الفنانين ورجال الاعمال اللي هتساهم معانا في الموضوع ده. نحن لا ما فيش اي باب لباب التبرع، واحنا بنهاجم اي جمعيات بتطلع تقول لم تبرعات، لا، احنا بنوجه المساعدة مباشرة للحالة. كمان معانا مداخلات الجمهور اللي بنستعرض